من اول ما دخلت الكليه بدات اتجه شويه للاونلاين كورسز لان مش كل حاجه كنت بلاقيها يعني ممكن within hand ان انا احضرها. فبدات شويه اخد كورسز عن السولار انرجي على بروجكت مانجمنت. النهارده كان اول كورس مع يوداسيتي خالص. الكورس كان انفورماتيف جدا، وانا في الكورس فتحت الويب سايت فعلا بتاع يوداسيتي تقريبا كان اول فيزيت ليا عليه. لقيت فيه دايفرستي كبيره من الكورسز، في سيلف درايفنج كارز، في بزنس تراك، وفي الفري كورسز بتبقى انفورماتيف اقل. واخدت بالي ان الفتره بتاعت الكورس نفسه مش مستعجله قوي وفي نفس الوقت مش طويله جدا، فبالتالي ممكن اخد كورس واثنين وثلاثه. بدأت أونلاين كورسز من سنتين، خدت كورسز في كذا بلاتفورم، آخر كورس ويب ديفلوبمنت مع يوداسيتي. اليوزر اكسبيرينس بتاعته بحس إنها ألطف من الويب سايتس التانية، لما بسيرش فور حاجة بوصل اللي أنا عايزه بسهولة وكايند أوف فلترد بطريقة يوزر فريندلي أوي.